السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ شوفوا بالنسبة للأرقام اللي بنستخدمها، هلا مثل ما شايفين هاي اللوحة اجتنا كصيانة، يعني لو ما في عليها هاي الأرقام أنا كان بدي لازم أفرطها كاملة حتى أعرف كل سلك وين رايح. الطرف الثاني من البرشر سويتش رقم 8 بيجي على المفاتيح، طرف الهاند، طرف الهاند هاي هون عندي الطرف الثاني رقمه 16، رقم 16 طبعا هون عندي المضخة الثانية أو القاطع الثاني، بعدين بيجي رقم 17، رقم 17 وين بيجي؟ على كويل الكونتاكتور مثل ما شايفين بهذا الشكل. طبعا هاي اللوحة كنت عم اعملها صيانة، غيرت هذا الكونتاكتور طلع محروق. هي الفكرة بالنسبة للأرقام تسهل عملية الصيانة، ودار التحكم كاملة مستخدمينها باللون الأحمر، يعني أنا لولا وجود هذول الأرقام كيف بدي أعرف هذا السلك؟ فكنت مضطر إني فك الكنترول كامل وأرجع أشتغله من جديد. فبهاي الحالة سهل علي الصيانة بشكل كتير كبير. وبس هي الفكرة لليوم، كان معاكم علي وطوخاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.